طبعا بعتذر على القطع اللي صار بالفيديو يا أول، بس لأنه ما في ذاكرة. أوكي سامحوني. أوكي، the glue، where's the glue؟ طبعا أنا بحكي عن مفرد، رح أستخدم عنه إيش؟ it's للمين؟ للمفرد، للسينجل. أوكي، the crayons، crayons هي عندك اس جمع، إيش رح أستخدم يا أول؟ where are ولا where's؟ excellent، جمع رح أستخدم له إيش؟ where are، إيش رح أستخدم للجمع؟ where are. برافو. Where are the crayons? وين الكرايونز؟ وين الكرايونز؟ طلع عليهم في البيكتشرز. Under the book. Where are the crayons؟ هيها طلع على البيكتشرز، وين هيهم؟ Under the books. هي وصلناهم هون مع الكرايونز. اوكي. Rulers. Rulers. المساطر. هي يعني اس جمع. ايش راح استخدم؟ Where are. برافو. اذا عندي جمع، ايش راح استخدم لهم يا ميس؟ Where are the rulers. They are where are the rulers. When the rulers in the books. They are in the books. عن they لمين؟ للجمع. They are in the books. Okay. هلا look at the picture in activity 1. نطلع على ال pictures، صورة في activity 1. Read and complete. بدنا نكمل الجمل الموجودة عندك هون. Okay. نبدأ في number 1. طبعا عندي الكلمات where's، there، under، are، next to، where. Where are the crayons Anna؟ Where are the crayons؟ وين الكرايونز يا أنا؟ There the book. وين الكرايونز؟ طلع عليهم. وين الكرايونز موجودين؟ in ولا on ولا under ولا next to ولا وين؟ under. Where are the crayons؟ اللي هو under the book. Under the book. Okay. Where فراغ the pencils؟ ماشي يا مس. Where the pencils؟ البنسلز شو رح تاخد؟ where ايش يا مس؟ where are the pencil. بحكي لنا in the box جمع، ايش رح اجاوب؟ there. excellent. in the box. اوكي ننتقل لنمبر 5. the paint. paint ايش رح اجاوب؟ ايش السؤال رح يكون عندي؟ where's مفرد. ايش رح يكون السؤال عندنا؟ where's. انها ايش يا ميس؟ مفرد. where's the paint؟ here it is. ايش معلها؟ it is when next to the pens. اذا where ال paint؟ next to the pens. oh yes thank you. اوكي اول. اوكي ميس، هيك بكون انتهت حصتنا لليوم، ويعطيكم ألف عافية. ما تنسى تبعت لي الفيديو اللي هو حتى حصة يوم الثلاثاء اللي هو الكونفرزيشن. ماشي أول، جود باي.